يا سيدي طلعت لا طلعت الرتب هيبه يا زلمه عن جد. هلا فهمت ليش الضباط مستميتين بالدفاع عن الرتبه. لو اكون ضابط هدول بدهم حريه ترشوا سيفيون، بس مالي حظ ما في. هلا بس مشان اللي ما بيعرف ايش في عنا هون نحطه بالصوره، يعني هاي الحمراء لابد منها، تعلمناها هون متي رشوه سخانه مشان المتي والفحم، ارجيله قصعه فيها شوربه رز منكر الله يعافينا ويعافيكم، هاي كتف التور مشان لما يطالعونا قمع المظاهرات، زعتر صابون يعني لازم منه، آلة العسكرة، منطقة عسكرية ممنوع الاقتراب والتصوير، ممنوع الإجازات، حجة سارية السواس الله يستر عليها، علي الديك أبو حافظ خرب بيوتنا. حدا خطر بباله ليش منتخب سوريا للشباب وصل لكأس العالم أكثر من رجال؟ بتعرفوا إنه منتخب الشباب ما راح على الجيش ولساته صاغ سليم ولم تمسه الأرجل، بينما منتخب الرجال راح على الجيش صار زلمه. بتعرفوا ليش كل اللي طلعوا بالثورة هدول الشباب غالبيتهم تحت العشرين؟ لأنه لساتهم صفحة بيضة ما نكبت عليهم كاسة المتة. بلا معنى، لو خدموا جيش كانت تربوا وما ورطونا هالورطة، ورطة حلوة. ويا بشار ويا أخونا وأهل درعا ورطونا وبدنا نصلح يا بشار. هذا صوت ظلم ولك؟ بدنا نصلح يا بشار، بدنا نصلح يا بشار. لكن بقتلكم بياعين القضية، شردنا ورحنا لغير محل. هل تصدق أنه هناك عساكر من سنة ونص لازم يتسرحوا لحد الآن إجازة مثل عطل القلق ما أخذوه ولا حكوا مع أهليهم؟ هاد عسكري ما هو حقه يجي يحضر تلبيسة أخوه، ما هو حقه يروح على المسبح البلدي هالدنيا الصيفية؟ هل تصدقون أنه من أول الأزمة وصل تعميم على كل القطع العسكرية أنه ممنوع يركب عند حدا هوائي يعني الدش إلا للرتب الكبيرة؟ ومن هداك الوقت لحد الآن انقطعت عن كل العساكر كل شيء اسمه أخبار إلا العلف الإعلامي الذي يقدمونه للعساكر، بجمعهم بآخر الليل ساعة 8:30 عندهم اجتماع اسمه اجتماع الأخبار. الإرهابيون دمرنا عملنا سوينا، بطلع العسكري من الاجتماع الأخباري يا دكتور بشار صان الله الشام السيل عم يتبع ليش بدنا الجيش بشان الله يا دكتور بشار بدنا الجيش أهلنا ماتوا الأهل ماتوا ودول السوريين بدنا الجيش بشان الله لا إله إلا الله بالروح بالدم نفديك يا بشار. هل تصدقون انه بالليل طب غم ولا المتطوعين بهجموا على المهاجع على هالعساكر الدراويش فتش له البطانيه البوط لك بنكوش له الله يعز؟ اذا بطلع مع شي عسكري جوال او شاحن جوال يا ويل ويله سواد ليله، بفتحوا هالجوال لسه اذا عندك يا مسكين يا معتر عندك فيسبوك ولا سكايبي يا غيرة الله. حدا من بيناتنا فكر ليش كلمة استاذ بالجيش يعني الله يعز؟ لانه بالجيش ممنوع حدا يفكر، اللي بفكر بصيحوا له استاذ. وجرب حدا شي عسكري يصيح لضابط استاذ بقول له ابوك الاستاذ، لانه بالجيش مسموح فقط لكائن واحد يعيش هو ما مثل ما بقولوا لك تنفس ولا هذا لا تشغله ابدا. بحط له مثل هالمقطع هالمسكين اللي عم تردح بدنا الجيش. ما حدا بيعرف انه ورا الكاميرا 200 متر الجيش كان واقف جنبها للمسكينه وساوي مجزره. منين ما بدها تصيح يعني انا اذا بدي اشوف هالمقاطع بدي اصدق انه جايين تخريبيين يخربوا البلد. عساس كانت معمره كلمه كتير سهله انه نحن بنقولها، ليش ما عم بنشقوا هالعساكر؟ يجوا ينشقوا يبركوا ببيت اهلهم. لك شلون بده ينشق المسكين المشلوف بقطعة مثل الضمير أو الدريج؟ شاب بده يمشي ليوصل بس لشارع رئيسي ودور من داير قطعته قناصة أو قناصة المطار برصدوه؟ موضوع مو سهل. بتعرفوا إنه إذا عسكري فرم القطعة تستنفر الضباط عليه أكثر ما إذا صار علينا غارة إسرائيلية؟ على سيرة المطار، مطار منغ
بده تحية، والله بده تحية. على راسي كل سباع اللي خلصوا من هالمطار بقى، الحمد لله والله يعطيكم العافية، بتستاهلوا وما قصرتوا. قصدي من كل هالكلام اللي حكيته انه والله غالبية العساكر هن ضحايا، في برمجة في منهجة لحتى يطلعوا هيك، كله كرمال ينبسط القائد المفدى. هلأ عن جد انقطعت كهربا بسرائب، جمعوا العساكر حاصروا سرائب اسبوع اسبوعين، اتالفوا اهل المدينه مع العساكر، صاروا يجيبوا لهم مي وياخذوا ويعطوا مع بعض. بليله ما فيها ضوء قمر صار زخ رصاص على العساكر، قامت العساكر نسفت الضيعه نسف، لا العساكر ولا دين حرام ولا اهل الضيع الهم مبسوطين انه ينقصفوا. ابن الحرام الشخص الثالث ضابط الامن هيك حكونا، قوس على الجيش مشان يشغله، الله يطفيه بنوره ويشعله بنوره، اجت كهربا. طبعا المقصود انه العساكر رايحين ضحايا مو المتطوعين، يعني بخان العسل هاي كتير مهمة. بخان العسل لما شافوا انه شباب طيحشين عليهم والعصايه حامية، الضباط شمعوا الخيط، مين ضل؟ ضل العساكر. نظام عم بيستخدم العساكر دروع بشرية، نظام ابن حرام. هلا هدول عن جد بصير واحد يسب دينهم؟ اذا سبيتهم ما بصير شيء، بصير شيء؟ لهم دين؟ ما لهم دين، والله ما لهم دين. على سيرة المسبات والكفر، بتعرفوا انه بالخمسينات بسوريا ما كان حدا لا يسب ولا كان حدا يكفر، مسبات فيه بس كفر ما فيه. منين جبناها نحن؟ كل عسكري بروح على الجيش برجع محمل. منين اجيت؟ من جماعة البوط والجبل. بلا معنى. هاي تركني اياها. على سيرة البوط، اسمعنا المحافظ اللاذقية جايب عامل لي منسف بوط، حيطة بوط وقالب جاتو وشغلة طويلة رصاصة. لك عن جد انت ايش بتحس لما بتاكل بوط؟ نشوة؟ سبانخ؟ باباي؟ لك بوط؟ رمز الجيش كان نسر، هون نسر شرف عسكري، نزلت الشرف العسكري للبوط. على سيرة البوط والمحافظ، حيش المحافظ بعيد الجيش بحلب دخلوا على نقابة الفنانين محتفلين، المرافق تبع المحافظ معه سلاح، قام العسكري اللي واقف على الباب قال له ما بتفوت بسلاحك، تخشح سلاح. رجع المحافظ حط بالعسكري 600 كف ورفسة وبوط وقال له يا ابن الكلب. بس بعدين دخلوا لهذا المرافق، يا محافظ والله كفو، بس والله سره قوي هالمحافظة، شكله ابن جدود. نحن جبنا سيرته انقطعت الكهرباء، مدري هو قطع. عن جد على راسي سيادة المحافظ رجعت الكهرباء، بس ما بعرف انا حاسس والله انت محلك ما بسكت. ها ما بسكت، ما انا حاسس انه هدول جماعة البوط شوي عيطين عليك. هدول والله هدول جماعة خضور وما خضور، هذا مستلمين حلب. انت محافظ لازم يقول لك كلمتك، اعتز بنفسك، انت محافظ. سلطة مدنية صبرا يا عسكرية، وبالذبح جيناكم بلا اتفاقية. بس ما حبيتها منك يا سيادة المحافظ انك تقول له للعسكري يا ابن الكلب، لانك انت غتبت ابوه. على سيرة الكليب، لما اسر عساكر من مدرسة الشرطة شهيد احمد الفج الله يرحمه، دق له تليفون للضابط للرائد هنيك كان مستلم مدرسة الشرطة، قال له تعخد عساكرك، قال له الضابط قال له هدول كليبكن، نحن كليبنا عم تشرب متى عنا، عشان تعرفوا انه هاد العسكري ضحية. وين ما راح المسكين ملطشي؟ لك بالجيش حاجب، تعال هون روح من هون، جيب لي صابون جيب لي زعتر، ما في تفييش ما في نوم، طلع حرس منزل حرس مرمطون. العسكري عم ياخدوه والله مثل البرعم زهرة زهرة اهله، وبياخدوه صبية كون لسه عنده احلام وطموحات، خرب له كل شيء. يلعن ابو الكهرباء بالدورة 102، بيعرفوا العساكر ايش عم بقصد. لم عام طام، لاق المعاق المشلول المريض المويت داق ما عم شوف غوار كله عباه. ليش؟ لاخذ منه بدل، استفيد منه بنص مليون، في منه زنقين يا اخي حل عنه. لا، اخذ الكل. الناس تسأل ليش؟ شي ماله جواب؟ هلا تعرف الجواب. هالثورة المرحومة البي كشفت لنا
ايش اهداف الخدمة الالزامية؟ عدوا معي لجماعة المثقفين اللي بقولوا ما عندي تعداد. عد اقتصاديا باب رزق للعسكر الضباط، هاي جايبك رماله العميد زهير خير بيك كان بالجبل مجلوف، هو قال لي بعظمة لسانه ما عنده فرنك ما عنده من ورا تفيشي انا وامثالي بالذات الحلبية، نحن اكتر حدا منفيشه واللي شواب لقول شواب مفيشه من ورا هذا التفيش تبعنا صار عنده فيلا بحمص، راح شهيد اين شهيد؟ تحية عطي راح شهيد الوطن. خليه هنيك عند الله تنفعك السيارات، تنفعك جبلي والمزرعة، اما الاناناس اناناس مو. الهدف الثاني تربويا، بروح العسكري على الجيش بحطوا عليه دمغة مواطن في زمن البعث، بنعفس عليه بالبوط، برتعب هذا العسكري وبعيشوا فكرة انه يا ربي الستر دخيلة، ما يا اخي منا قد الحكومة ضب لساني وما الله يستر. عنده صواريخ، على سيرة الصواريخ اللي كانت عنده، كان في عنا بالجيش شغلة بتفتل طول الجيش، قضيت سنتين وهي عم بتفتل، سيارة كبيرة وعليها رادار، اخر الجيش بدي اعرف ايش جوات السيارة، فتحت لقيت فيها بصل وما بصل وبندورة، طلعت هاي الفتالة فوق بس نحن لحتى نفكر جيش ابو شحاطة. واذا مسحت هالدمغة عن المواطن رجع على حارته ورجع تعلم شوية العزة وكرامة ورجع بسحبه احتياط برجع. والهدف الثالث نفسيا، انه هذا المواطن لما يروح الجيش هالمسكين اكل اول دمغة، تاني دمغة انه يشعر دوما انه البلد في حالة حرب غير استقرار، اسرائيل العدو الغاشم، وانه الدولة من شغلة قضايا كبيرة، اشو فساد اشو رشوة اشو ناجي عطري شال نص حلب بالمخططات، هاي مواضيع تافهة، البلد مشغولة بالقضايا، اسرائيل الجولان الاراضي المحتلة، دولة بتمانع عندها ممانعة عندها مقاومة، نصر الله وين رايح انتو بالزحمة؟ نحن بلد محارب من القوى الامبريالية. الهدف الرابع سياسيا، انه هذا المواطن يحس انه في عصاي في قوة في رادارات عم تفتل، لكن هذا منين هذا العسكري دي يوم ما بدي يفكر بانقلاب او بدي يفكر انه يعارض حكومة او يفكر بحرية، اين حرية؟ بالبوط دعس، بقول لك العسكري لا يا ابو لا ضابط امن وتدمر نص سوريا اخ من تدمر اخ. هدف الخامس هدف عسكري بحت، لحتى يتفرعن على شعبه كل هالعساكر ايش وين لمون ليش لمون شان كل ضيعه يبعث له بس مشاننا هالجيش طلع كله كرمال هالشعب بس. لك مو عيب في جيش في الدنيا بقول الاسد او نحرق البلد، لك ما بتستحي لك طالع كلمه نحرق البلد على لسانك، لك في واحد بده يحرق البلد هذا لازم يكون ابن هاي البلد؟ منين اصلك انت اللي قال هاي الكلمه منين اصله؟ وكل مواطن بكل بيت مؤيد ولا معارض بعرف وبقلبه بقول اذا ما حكاها بالعلن انه اخص على هيك جيش دار الدبابات على الشعب. هلا بقى بعد كل هاللي حكيناه عرفتوا ليش الدوله بدها ايانا نروح على الجيش؟ اجت على السجع يا زلمة، عرفتوا ليش الدولة بدها ايانا نروح على الجيش؟ بدك تروح تتجوز، بدك تجنيد، بدك تروح تموت لازم تطالع براءة ذمة من تجنيد، بدك تسافر تجنيد، بدك تتعلم تجنيد، اللي درسوا بالجامعات بيعرفوا ايش يعني التجنيد والتأجيل وهالقضايا، وحط مصاري بقلب القبعة. هيك بالشرف العسكري بقول لك ظبط وضعك. من الأخير الجيوش العربية كلها وضعت لتخدم القائد المفدى والعائلة الحاكمة، وألف تحية ومليون سلام لعيون القائد الخالد، وكل شيء هن القائد الخالد، آل مخلوف، آل أنيسة، آل شاليش، آل سليمان، لعنتوا سلسفيل البلد، إلهي من عنده يحرقكم. حافظ أسد رمز الثورة العربي. أين ثورة؟ ولك أنت بتعرف ثورة أنت؟ ثورة شوف على الكلمة رمز الثورة العربية، وين الثورة اللي طلعت فيها حافظ أسد وينها؟ أيوة نسينا أبو العيون الزرق، الله سوريا بشار وبس. تروحوا شهداء إلهي الله يكرمكم فيها كلاتكم، تكون بشار مو كل هاللفة والدورة لوصل هالرسالة
هاي الرسالة ما جاي من عقل حدا، هاي هيك مخي. يا خالتي لا تبعتي ابنك على الجيش. لسه لهلأ في عالم عم تبعت ولادها على الجيش؟ عم تبعتي يا قاتل يا مقتول، ورايح من كيس حاله. حرام حرام، الله بدي يسألك عليه على هذا الشاب اللي عم تبعتيه على الجيش. لك يا خالتي ما عم تحكي تليفون معه؟ ايه بقى لمحيله اذا كتير بتخافي او هو خوف، لمحيله جيبيه حطيه عندك، خيته لا تبعتيه على الثورة، بصير مكدوس، حطيه عندك امني عليه بس طار المعلم تبعنا. رجعي حكوا معي، قال ابننا بده ينشق، مرمطت الكتيبة مرمطة يمكن 4 أيام لحتى يجابوه من حماه للهلوك. لما برق عند ابوه الولد بعد اسبوع قلت اروح اطمن عليه اشوف ايش لازمه هالعسكري المنشق. رحت خالي وين ابنك؟ قال والله يا ابني ابوه رجعه. لك وين رجعه؟ وعن جد راح الاب سلم ابنه رجعه للجيش. دك ليش هيك عملته؟ خوف. قال يا ابني مانا قدن، اذا بكره دخل الجيش ايش دي سوي فينا؟ لك يا خالتي اين جيش؟ لك حرام عليك، والله حرام عليك. اخوي المجاهد كل عسكري انت ساهمت بانشقاقه وصل لاهله عملت عمل بينك وبين الله راح تلاقيه. بوجه تحية لكل واحد عنده غيرة على أولاد هالبلد ساهم بأنه هذا الشاب يرجع لأمه. أنا لما شفته بقرية بريف حلب لما وصل الولد لعند أمه جايبين له إياه مفاجأة، كانوا شباب من إدلب، لما وصل الولد لعند أمه فجأة والله دموعه لهلأ ما بنساها، دموع فرحته برجوع ابنه اللي هي مبالة أنه صار له 6 شهور معها كمان. هذا عمل إنساني الثورة بتتشرف فيه. بترجع كل مجاهد العسكري اللي بتمسكه تعامل معه بالحسنة. بتكون أنت خلصت عسكري بقول لا إله إلا الله من إيدين ناس بتقول لا إله إلا بشار. ثورتنا ثورة أخلاق، إذا نحن ما تميزنا عنهم وترفعنا عن جيش النظام بأخلاقنا صفينا مثل حكايته. المتورط له محكمة وله قوانين بلكي، بس اللي ما عليه شيء في كتير يا اخي والله عسكري بتكون ياخذوا على اليمين على اليسار بتسوق وشو ما بتسوق. وانتم يا اهل الجهاد ادرى بامور الجهاد، لكن اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. وانا بقول انه فذكر ان نفعت الذكرى، انا هاي وصيتي لكم اليوم على قد ما حكينا ما ضل دور للمقابلات. السلام عليكم، منشوف بعض بكرة. ما ضل، لا ما ضل بكرة، هاي الحلقة الأخيرة في يمكن حلقة أخيرة، يمكن إن شاء الله في حلقة. تصبحوا على خير، السلام عليكم. قصدي من كل هالكلام اللي حكيته إنه غالبية العساكر والله أيوة إيه، وما ضل كهرباء وما ضل كهرباء، ما يعني محافظ ورا محافظ محافظ ورا محافظ، والله ليش بنا منهم خير لا من قديم ولا من جديد، مثل مجلس الشعب بحطه بشيله بحطه بشيله. طبعا المقصود شو كان مقصود ايه؟ اخ منتدى اعطيني الهدف اللي بعده. بتعرفوا انه ممنوع الاقتراب والتصوير، ايش عم تساوي هون؟ روح اضوي انت لو كان اخوك لا سمح الله بالجيش ترضى هذا يفهمه؟ الفكرة انه هلأ نحن اذا قلنا امسكوا العسكري اذا قلنا امسكوا العسكري وانه تعاملوا معه بإنسانية فيها خلل شرعي. قال لازم اطلع بإنسانية تعيق اصير إنسان. ضيق قبل ما تنهي لي الحلقة تعيق. ثواني بس، هاي الشو ايش نوعية هالدوشكة هاي؟ شي بحرر بلد ها؟ شي نغم؟ يا لطيف منكر ولا هاي؟ عش بدك انتي عش بدك؟ منو هيدا الوراكي؟ كمان منكر